الشخصية اللي بنتكلم عنها طارق هي شخصية كذا، شخصية إنسانية لا كاريزما، ولا شخصية فنية؟ ما حد يسوي إيه يعني مثلا يطير عيونه في اللاعبين ويلعب، ولا شخصية فنية يعني اللاعبين يثقون فيه لما يقول اطلع من هنا مرر هنا؟ زي ما قلت أنت شخصية، ليش؟ لأن سلمان مبني عليه الفريق، مش أن سلمان حتى اللاعب يكون شخصية مش ما ليش علاقة فنية، كيف يبني عليك الفريق تبدأ أنت ترمومتر الفريق، هذه حصرتين. أنت كنت تلعب احيانا كوزما في مباراه احنا في الدوري اتذكر يقول لي كابتن ترتاح المباراه الجايه، ما لعبك الا الشوط الثاني، نلقاه من نص على يقول لي قوم سخن، تقول له مش قلت لي الشوط الثاني؟ كيف لاعب تشكيله فريق مبني على لاعب مثل سلمان، صعب انك انت لاعب ثاني بتجيب بدل سلمان بتوظفه، لان سلمان عنده الامكانيات، عنده الخبره، عنده النضج، خلاص انا كمدرب ما اتعب ادخل مثلا ابو تركي بدل سلمان، احتاج لي وقت، انا عندي سلمان حاضر، لان اغلبيه المدربين احنا في نقطه الان تكلمنا، اي مدرب يبغى انجازات، يقول لك انا ابغى احقق اكثر ولا اكبر سلسله نتائج ايجابيه، ما فيش مدرب ولا كذاب مدرب يقول لك اليوم بلعب بتشكيل برتاح لاعبين، تدوير مجبور انه يدور لاعبين، لكن كسلمان صعب انك انت، لانه هو القياده، التشكيله والخطه مبنيه على سلمان الفرج، يغيب اي لاعب ثاني عادي، لكن هو مبني على التشكيل، لان انت بتغير ريتم كامل، كيف تلعب انت 4 3 3 4 2، ما عندكش اللاعب يقود الفريق داخل الملعب، يعتبر كمدرب سلمان في تحضير الفريق، في توجيهات، في اللمسه الاخيره، في مفتاح اللعب، لهذا اهميه القياده في الفريق هو تبني عليه التشكيله وخطه المباراه.